النائب بطرس حرب يتوعد القاضي ماضي بجعله أمثولة لإصلاح القضاء. بالتفاصيل والوقائع، عرض النائب بطرس حرب المفاوضات التي جرت بين القاضي حاتم ماضي وحزب الله في التحقيقات في محاولة اغتياله، لافتا إلى أنه لمس غموضا وسرية كبيرة عندما كان يتابع الملف. حرب أشار إلى أنه مع تولي ماضي مهمات النيابة العامة التمييزية طلب إيداعه ملف التحقيق في محاولة اغتيال حرب لدرسه، وبعد أسبوعين من تسلمه الملف لم يتخذ أي تدبير، ثم بدأ ماضي يطرح مشروعا للحل مع حزب الله بحسب حرب. اتفق ومسؤولون في الحزب في حزب الله عليه يقضي بأن يسلم شخص يحمل اسم محمود الحايك نفسه لشعبة المعلومات ليدلي بإفادته، شرط أن يخلى سبيله في اليوم عينه ودون تدقيق جدي في هويته أو في بصماته أو في الدي ان اي تبعه. رفض هذا العرض طبعا، ومن ثم استقال السيد ماضي محاولا عقد الصفقة مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي يبدو أنه رفض العرض أيضا. وجاء موقف رئيس الجمهورية ليردع السيد ماضي عن متابعة ضغوطاته، وبالنظر لمعلومات جديدة وردتني تفيد أن السيد ماضي ماض في محاولته لتمرير الصفقة في مراحل التحقيق اللاحقة. وفيما غصت دارته بالمتضامنين من نواب وشخصيات سياسية واجتماعية، طلب حرب من وزير العدل تحمل مسؤولياته أمام الرأي العام، وأعلن عن تقديم دعوى شخصية ضد ماضي متهما إياه بأنه يستعمل سلطته ونفوذه ليعوق تطبيق القانون. إن موقفي من السيد حاتم ماضي موجه حصرا ضد شخصه وممارساته. إهانة القضاء صدرت عنك يا سيد ماضي بتواطئك مع المشتبه به وضغطك على هيئات التحقيق لمساعدة مشتبه به على حساب العدالة. أنت الذي أهنت السلطة التي تنتمي إليها، وإنه من المعيب عليك إقحام هذه السلطة التي أجل وأحترم لكي تحتمي وراءها. لقد سبق وقلت أنني لن أسكت عما قام به السيد ماضي، وأنا على وعدي سأجعله أمثولة تنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة للقضاء. وإذ شكر حرب رئيس الجمهورية لأنه انحاز إلى العدالة والقانون، طلب برفع الحصانة عن نفسه كي يواجه القاضي ماضي. القاضي ماضي علق في بيان على كلام حرب فقال: أنا لا أتقن لغة الشتائم لأنني ابن بيئة تربت على الأخلاق الرفيعة، وإذا قررت الرد فسأرد بطريقة حضارية وقانونية.